Yo tout le monde, c'est Dracoar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, je dis, d'aller que vous faire à l'E3. Puis là, une conclusion plus ou moins complète à l'E3. Et tellement j'aime, je n'aime pas les jeux de col. Sinon, on est que c'est avec vous, avec elle. Bah, sinon, je savais que je suis à la Ubisoft, je suis à la EA ou mon col là, c'est pas choisi. Puis conclusion, je suis là, le résumé à les jeux, je suis là, t'as lu un braille et un ras ou t'as un rat. Allez, au moment où il y a un jeu qui fiche, et là je me connais quelques points négatifs, quelques points positifs, et let's go. Alors, qui m'a dit, je vais regarder la Ubisoft. Je vais regarder Ubisoft, parce que franchement, l'année 2014, c'est l'année de la vie. Ubisoft, c'est Michel Bestassud et Hata Jeu, et bien elle est dans la merde. Hop, je vais regarder. Là, je me trouve la sortie de Watch Dogs, pas chacun nous déçu, mais sortie de Watch Dogs, pas chacun nous. عجبتهم بالكدا جو كوتي غرافيزم جيم بلاي جوابيليتي اكسيتيرا اكثريه كانوا ماهمش ساتيسفي بالريزلتا تاع واتش دوغز خاطر ما ريناش الغرافيزم اللي ريناه في التريلر تاع لو 3 اللي فات سو ولاو عباد الكل خايفه من يوبيسوفت ما باش ما تعملهمش هكاك مع لي جو الكل سينون لهنا نجم نشوف يوبيسوفت السنه خرجت واتش دوغز عندها ذا كرو خارجه عندها فار كراي كات وعندها اساسنس كريد يونيتي هذوما بريسك لي جو لو بلو ماركون في 2014 سو هلمو الى يثرب نبداو بفار كراي كات وما ادراك فار كراي كات بعد السكسي في نمال اني عملته في فار كراي 3 انا نسميها فار كراي 3 جي تي اف جانكل باسكو فرانشمون اوبن وورلد كبير ياسر غرافيزم فانتاستيك برسمي تشير في عينيك بورتون سي با ان جو نكت جين وخرجت عندها مودا جو بونس ان 2012 والفان تاعها تيارا ليستوار دو جو تيارا فرانشمون جو بريسك ما عندك ما تقول فيها كريتيك بريسك جو دي بيان بريسك لهنا شعملت يوبيسوفت خرجت لنا فار كراي 4 سيت فوا باش تكون في كيرات بقى اسمها كيرات كي كي ار ا تي لهنا الجو باش تكون بيان سور نيكست جين وباش تكون بالطبيعه كيما استانسنا في كي 3 باش يكون فيها مهبول مصعصع اخر دون فاز معناها واحد عامل قصته كيف نيمار والمهبول هذا شنو حكيته هو كالعاده مولا البقعه هذيك اللي فيها غادي عنده لي سولدا لي بلوز او موان سليف نتاعو هذيك وباش يبدا بيان سور يقضي فيها على بعض كيما ريتو في التريلر تاع اول 5 مينوت في الجو كيفاش تبدا الجو خذا معاه اون بتيت سيلفي باش يتذكروا وقت اللي بيان سور باش نعبث بحالو في الجو سينو نشوفوا اللي الغرافيزم تاعها فريمون طياره طياره على الاخر نشوفوا هي زاده بريسك في نفس البقعة تشبه شوية البقعة متاع فار كراي 3 في الجانجل ايلاند في الجانجل اكسيتيرا لي في متاع الريح لي في متاع الشادو لي زانيمو غاديك الحيوانات مخكيق تشوف الكركدان تشوف الفيل تشوف لي رياكسيون نتاعهم خاطر الفيل كي تشوفو يشرب في الماء تلقاه ينظف في ظهر صاحبو ينجم يغفس العباد فريمون ياسر طيارة الفلويديتي والفلويديتي متاع الجيم بلاي سي ركزتو مليح في الجيم بلاي ياسر مخكيق معناتها كي تبدا شدد اغبالات باش تقتل بها لي زنمي تنجم تشوف الغفلي متاع الشمس عليها معناتها هذا حاجة ليكس ليكس على الاخر رينا زادا فازة جديدة فازة الجريبر كيما الجرابان تنجم تاخذو تنجم تتسلق بيه باش تعدى بيه من بقعة لبقعة سيغتو في جبل فما برشا بلايص مكسرة اكسيتيرا لهنا باش تبدا الجو متاعك كيف كراي باش تبداها بشوية فلوس فرد في كيلكو مونيسيون ou fake passport ou passeport mosaïf ou tabda bien sûr l'aventure en terre qui fait quelque chose les néoïm je sais que t'achèves barcha blaise barcha blaise propia je sais que t'achèves beaucoup de trésors barcha konos bien sûr je l'aime de flous je cherche des armes je t'aime upgrade des armes je t'aime upgrade zeda peut-être tenu en terre ma presque ma heure à taille ma heure je suis marrant ما عرفتش شنيا باش يصير في وسط الجو بالضبط نشوفوا اللي بيان سور فما دي فيكول تنجم تضرب وانت تسوق تنجم ميم كاميونا وانت تسوق في الكهرباء تنجم تحلوا الباب وهذوما زوز يجريو تنجم تحلوا الباب تدخل تقضي عليه ترونكيل معناها
قنابل everywhere, graphisme مخكير, surtout le graphisme. هو ديجا فرق لي ترو graphisme تاع الطياره, imagine فرق لي كات. كنذكروا فرق لي ترو, شفنا فاستر كان في البحر, فرانشمون قلنا وا باي, imagine فرق لي كات كيفاش باش تجي. سو من يوبيسوفت نتعداو لديب سيلفر اللي عملت الديفلوبمون تاع ديد ايلاند 2. تفرجتوا بابا كلكم لعبتوا ديد ايلاند ما جاتكمش كاليتي راه برشا كيلكو سوا كوتي غرافيزم على الجيم بلاي. فرانشمون انا قيتها كوتي ماشي كوتي فون, ماشي كوتي فون اكثر من كوتي سيريو زومبي وكا جاو. لكن انا عملت جو ياسر على التريلر نتاع ديد ايلاند 2, ياسر طيارة برجولية كيفاش واحد يتمثل معناتها لو تريلر باش نفصل بلوز اوموان نفصله لكم في ان بيرسوناج بوبولار معناتها سبورتيف تبع كاليفورنيا جيم, ديجا عندنا منها في تونس سبورتيف بوبولار ديجا معناتها عضوه هو ديجا في يدو باش يتحول زومبي. سو قرر اخر لحظات حياته باش يعديها يعمل في فوتينغ, حط لي كوتور لبس سور فاتمون نتاعو يجري يعمل في فوتينغ عادي, والدنيا ماكله بعضها وراه هليكوبترات طايحه وكراب داخله في حيط وعباد قاعده تتاكل. في اخر لحظه يوريوك كيفاش يتحول معناتها وشعره طاح. فرانشمون عملت عليها جو طياره تري 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 بيان في على الاخر زاد سيرتو الفازه الاخرانيه اللي تعداو بالكهرباء عجبو السبيدري نتاعو معناها ما باخذ الوقت في نحس سبيدري هز له ساقو الكل تخو فاني برجليه تريلور. وان شاء الله ان شاء الله تكون ديد ايلاند 2 خير من ديد ايلاند 1 خاطرها زاده تنجم تلعب فيها اتافاسون فيها اغبخ نتاع تالون باش انت تعمل الابجريد تختار طون ستيل دو جو بيان سور افيك نذكرو في ديد ايلاند 1 l'histoire du jeu je sais pas si un des rapports de Dead Island 1 ou pas mais ce qui est sûr حاجه اخرى خاطر لينا مدينه كل سو je pense Mishi Island je pense في المدينه المره هذه sinon à ce qui paraît c'est un jeu next gen زاد كي ما تشوفها في التريلر ديجا حطوا انا انت فوالا خدر الكاميرا نشوف في المقلوب فوالا سي بون. Ce qui est sûr, c'est un graphisme, un graphisme de next gen, mais il reste à voir le gameplay ou l'habilité du jeu. Inch'Allah, c'est meilleur que Dead Island 1. So, من يوبيسوفت بعد نرجعوا لها نتعداو الكونفيرونس نتاع مايكروسوفت وما ادراك ما مايكروسوفت. لو جو il est exclusif sur Xbox One. وعنده بوكو دو فان, دونك نخليكم ليكرون فوالا, عنده بوكو دو فان اللي هو فيبول ليجند. فيبول ليجند سي ان ام ام او طياره طياره على الاخر. فرانشمون وقت اللي بديت نتبع في التريلر من الاول ما عجبتنيش ياسر, قلت كي غرافيزم طياره غرافيزم تاع نكست جين بيان سور ما عادش نحكيو على لول جين. اللهم في كيلكو جو معينين فما كيلكو جو خرجوا في لو 3 ما عملتش غرافيزم نكست جين وعملتهم يوبيسوفت. سو قلت في اول تريلر فرانشمون ما تشهيكش باش تلعب برشا لو جو, لكن من بعد قد ما يزيد يطول في التريلر قد ما تزيد تشوف لو جو كوبيراتيف. فما بيان سور التانك, فما دي بي اس, فما الهيلر, فما الكاستر اللي هو يضرب من بعيد, وفما الكاك اللي هو كور كور اللي يضرب من القريب اللي عنده نورمالمون اكثر واحد اي دي بي اس. ينجم تكون كاستر زاد عنده, مي سا ديبون من ستوف من الاربر دو تالون تاعك بيان سور. هذايا ترجعنا ليبوك تاعو ريث اوف ذا ليتش كينج وبرنا كروزايدر وكاتاكليزم ماتو تغاديو سي بون كان مش في ليتش كينج. سو لهنا نجمو نشوفو لي ماجيك معناتها لي زاتاك نتاع لي هيرو لو جو كوبيراتيف على الاخر معناتها مش كيما نشوفو قبل لي زي ما مو كيفاش كان معناتها تشوف لي روم تاعك خنفوس معناتها مش كتشوف معناتها حتى في السوفت مش كتشوف فيه ظاهر على الاخر ومزيان كذا جونغ كيف تيغا اكسيتيغا. لك لهنا فيبل ليجند تعطيك لوبورتينيتي باش تشوف لي روم تاعك كوم سي بالرسمي تخش عليك تلعب في تي بي اس ثيرد بيرسون شوتر معناتها الفيو نتاع البيرسوناج نتاعك هكاك مش تشوف كان يدي هكا هو ولا تنجم توخر بيان سور بالكاميرا تشوف طون كو تو فو توخر معناتها انت واللي راتحك. سينون لهنا كي باش تقتل دي بوس ولا باش تقتل دي موب لو غرافيزم سي فريمون بو افواغ حاجه بو مزيان على الاخر معناتها تمطى العينين كي تراها وتشوف دي اكسبلوزيون هكا وتشوف السينكرونيزاسيون ما بين لي رو سورتو فست كي يبداو يضربوا في دراغون ولا في حكايه يبداو يحكيو مع بعضهم معناتها او فيغا في دراشني معناتها حاجه باهي على الاخر اللي جو بونس ما كانش موجوده قبل معناتها كان موجوده
peut-être في جو مش معروفة لكن دون زان مومو عندي انا اول مرة راها اكثر حاجة تجلب الانتباه كيما قاعدين ترا او تغلط مرة اخرى اكثر حاجة تجلب الانتباه كيما ترا هي لو غرافيزم دو جو انتوما باز قاعدين تراو على الاكران كامل متلفيني انا في الاكران لوتا جوست اسمعوا صوتي سي بون كيما تشوفوا ياسر التيار لي ماجيك اللومينيزيتي ما كنتش فان فيبل مي فيبل ليجندز ما لا بين دبر اكس بوكس وان نلعبها خاطر جو بونس لو جو لي اكسكلوزيف سور اكس بوكس وان Assassin's Creed Unity وما أدراك من Assassin's Creed فرانشمان أنا وحدي مانيش فان بأساسانس كريد جملة بتاتر لعبت Assassin's Creed 1 عجبتني كم كوا كونسيبت جديد و أساسان و وكجو أما يا معلم من Assassin's Creed 1 2 3 etc حتى Unity معناها ما فهميش بريسك إنوفاسيون جملة ما فهميش حاجة جديدة اتعملت أبار quelques armes ici de jdot quel que soit fard voilà que si avec le mojo fidi ou quelques techniques jdot de combat pour parer ou attaquer ma ta fait ça t'adrep fait cette peur qui m'a قال امين franchement ma femme hatta innovation bien sûr à part le côté graphisme شنو اللي تبدل في Assassin's Creed عندك الغرافيزم ماشي يتحسن اوكي داكور les armes quelques armes hein, je dis bien quelques armes moi je les armes call les attaques ou l'époque اللي يلعب في الجو Assassin's Creed Unity باش تصير في باريس في 19e siècle معناتها ماشي بعيده برشا 300 سنه التالي كيك ا بو بري hein franchement ok graphisme طياره كي تغزر لها تشيخ في عينيك و تعمل جو تشيخ في عينيك مي زادو حاجه جديده اللي هي Assassin's Creed شوالي ملتي بلاير تنجم تلعب مع على حسب ما فهم في التريلر هما سوا ديزون خمسه اي كومبري انت الخامس معناتها معاك اربعه اصحابك تنجموا تلعبوا مع بعضكم تنجموا تعملوا دي ميسيون ملتي بلاير دون لاكيل الكوبيراسيون بيناتكم تكون هي بريمورديال باش تنجموا توفقوا مع بعضكم بيان سور وتربحوا الميسيون هذاك وتوصلوا للوبجيكتيف معين نتاعكم كيما تشوفوا في التريلر هما باش يعملوا اكزيكيسيون نتاع عباد وهبطوا عليهم الجماعه من السماء وعباد بدات تهرب وقطعوا كذا والخمسه هذوكم عبثوا بحالهم معناها عبثوا بحالهم الحاكم هذوك الكل So, maintenant, je pense qu'il y a une innovation kubira à l'heure de Assassin's Creed Unity. Ou parfois, c'est un énigmatique Assassin's Creed Unity, le choix de jeu qui fait que tu aimes jouer. Est-ce que tu as le changement de des ennemis, tu aimes tous les malheurs, ou est-ce que tu aimes jouer à l'infiltration, maintenant, tu as trouvé le créer sur le tour, ou est-ce que tu as le bouche big, ou tu as directement l'objectif principal, quel que soit le target, ou est-ce que tu as le canz, ou est-ce que tu as le checkpoint, etc. Lesquels n'est vraiment fait les combats contre les soldats, bien sûr, sur Paris. مهم شيء كلي أسي تبديش عامل جو وانتي تتعارك بلغة واضحة بار اكزامبل جيت قارن برنس اوف بيرسيا قبل شوفوا كيفاش يتيح يبرك وبالسيوفة وفازيت ويمشى على الحيط ويقصر اليوس عالم اخر برجلين وخكيخ كنت نستنى انا في برنس اوف بيرسيا انك جين فرانشمون تكون بالرسمي قنبلة متاع يوبيسوفت اللي تقول لي لا جي تي ايها لا صدقني طايح ريكور في لي زاشان نتاعها سينون انا كيما قلت لكم لي كومبو اوسي كلاسيك كليك تضرب كليك تي بار لاتاك كذا مي في لي كومبو معناتها تستحقش باش تكون سكيلد ما تستحقش معناتها كلي ريكسيون طياره باش تخرج من الانمي هذاك ولا كذا دير ديجا دار هو هز جد وانتي هوب ديجا تو كليك بور باغي هوب تنجم تقتلو فاسيلمون ولا تستعمل حتى الفرد نتاعك اللي يقعد درج باش تعمل له ريلود كارتوشوغ بيسكو في 19 سيكل بس نو هذه هي Assassin's Creed Unity. أنا كما قلت لكم مانيش فان Assassin's Creed وعطيتكم لي ريزون عاود نذكر بهم شو هما الأسباب إن ما فماش إنوفاسيون فماش تجديد فما كان الجرافيزم وليبوك قاعد يتجدد هكا هو معناتها جوست كيلكو زارب جدد هكا يزيدوا وكيلكو موفمونات جدد معناتها فرانشمون C'est pas beau à voir. Peut-être l'Assassin's Creed Unity Rina qui est hâbit معناتها من بلاصه عاليه رينا دي موفمون جدد في البوت رينا حكيتك مي لو كونسيبت هو بيدو داكور دو سيت ان اساسان لازم يكون هكاك مي انوفاسيون يا حبيبي انوفاسيون
وير نحب نقول حاجه من الاعماق نتاع قلبي فرانشمون من اللب والفلب نتاع فاك يو باتل فيلد فاك يو. وانا البخر بريحتها رباني وزيت كرهتها كي ما بعثوليش الكي بتا معناتها رسلت لي كونتاكتي سوبر برسل حنينة نتيتا ما بعثولي الكي بتا نحب نجرب الباتل فيلد هارد لاين وبعثوا لي الكي معناتها بعثوا لي ديريكت الفيرسون بيتا في الكونت اوريجين. سو ما شفتوش الكلاش نتاع باتل فيلد 4 اللي عملته انا ديجا تلقاو اللين مش واه فوالا تلقاو هاي الفيديو تفرجوا فيه واعطوني رايكم كي زدت لعبت باتل فيلد هارد لاين. صحيح هي فيرسون بيتا لكن زدت كرهتها زدت كرهتها بالرسمي على الاخر الجرافيزم اون ديغي كوميكيت كوي مو اون ديغي كوميكيت مش لعب معناتها نشوف كهربة البوليسيه ولا الاسلحه والوان بالقواش تقول ملون الكهرباء مش لعب معناتها. وحاجه اخرى الكبر نتاع الماب سيريسلي وات ذا فاك اوبن وورلد ولا راه مع جي اف بي اس يا معلم عاد واتشدوكس ولي خيرك هكا وجي تي اي وسليبينغ دوغز واكسيتيرا يا معلم باش نمشي البقعه الفلانيه في الماب هكا موجوده في ترمى تعنطر تمشي تاخو كهربا ولا تمشي تاخو موتور وتسوق وخلي عادك الجوبيليتي نتاع السوقان عاد مخك كيف هاكا كوم كوا ترى كان قيدون ولا ترى كان واحد وداخل في الحيوط هاكا تمشي يمين تهز يسار تمشي تنزل يسار توخر مرشارير فرونشمون بعد توصل تشيك بوينت لحاشك بها وين فما لي زينمي نتاعك غاديك عاد وين يا حبيبي انت تحل بيه نتاع الكهربا تهبط عاد ارجع منين جيت. فما برشا يقولك الاكسكيوز كوم كوا شنيا الماب مجعوله باش يتلعبوا برشا كونتر برشا 16 كونتر 16 10 كونتر 10 اكسيتيرا 20 واحد في الماب وما جو بونس 15 32 بيرسون يذولي في الماب ينجموا يكونوا برشا كمان 32 بيرسون يا معلم عليه قريش جيش بشعب وذا فاك هذوما الاكسكيوز نتاع العباد اللي يحبوا باتل فيلد لي فان بوي تاع باتل فيلد بيان سور ما يحبوش فيها يقول لك كالف ديوتي ما كالف ديوتي ديجا تنحكيهم بعض على التريلر جست على التريلر و جوست كنت مفتخ بويا في باتل فيلد والله راني ناقم عليها مش لا ما فماش انوفاسيون جديده في باتل فيلد هارد لاين فرانشمون نحكيو سيريوزمون حتى لي فان تاع باتل فيلد لحظه فماش انوفاسيون كبيره بريسك باتل فيلد ريميك تاع باتل فيلد 4 ان ريميك دو باتل فيلد 4 ممكن زادوا اسلحه جديده زادوا بلايص جدد مي كوتي جرافيزم جاني انا واخر الجرافيزم تاعي مش قد ما انا بيتيتر نعاود نقول راهي فيرسيون بيتا يعني ممكن في الفيرسيون اوفيسيال صحيحه كي تهبط بيان سور سي كي سور و اجباري عليها انها تكون خير بيسر معناتها من الفيرسيون بيتا ابخي تو الفيرسيون بيتا هي جوست فيرسيون تيست. سو هذوما انطباعاتي على باتل فيلد هارد لاين جيسبر فما عباد كيفي في الاراء ما نحبش روحي وحدي فرونشمون مي لهنا انا مقتنع برجوليا باللي قاعد نقول فيه خاطر لعبت بزوز وقارنت وباتل فيلد 3 تير على الكل فرونشمون تير على الكات وتير على باتل فيلد هارد لاين على حسب ميريت. Rise of Tomb Raider fucking Lara Croft عادت إلينا من جديد. قبل ما نبدأ جوست ان بتي ديديكاس بور ان امي صاحبي اسمه غسان ان فان بوي لارا كرافت فرانشمون مخكيك ما تكونش فكرة سينو نوزي فوالا كيما كل عام Tomb Raider جديدة اسمها Rise of Tomb Raider نشوف السينماتيك اللي لارا كرافت اللي مفهمتش بالقديش جوست الديبي متاع السينماتيك بوتيتخ لارا قاعدة تحكي مع بسي جو بونس ولا حاجة هكا وقاعدة وميم تون تذكر في الباسي متاعها مفهمش جيم بلاي مفهمش حاجة كبيرة غرافيزم طاير على الاخر سيتا غرافيزم دو نيك جين بيان سور شفنا اللي لارا عندها الكابا متاعها وشفنا اللي حوايجها تبدلت لابسة كابيوش بروبيا جو سي با من وين من شكون بلوتو شفنا اللي جو سو ديغول في لوبسكوريتي معناتها في الليل وفي الظلمه في الكاف كذا لي زينمي كالعاده ديما خايفين وهي عندها نفس لارم تاع توم رايدر اللي قبلها اللي هو اللارك نتاعها اللي عاونها باش توان شوتي لي زينمي نتاعها بيان سور دي هيد شوت ما عطاوش بوكو ديزانفورماسيون بريسيز على توم رايدر جديد رايز اوف توم رايدر اللي عطاوش معناتها اسكو يوغا un arbre t'as un talent n'aime t'as la bête ton style de jeu préféré ou elle etc mais ce qui est sûr forme un graphisme taillera ou histoire de jeu taillera excellent.
كي ما تشوفوا الجيم بلاي كي تشوفوا التريلر الجيم بلاي باش يجي ديناميك على حسب التريلر مغشينا بامال دو فوا لكن تو بريدر الاخرانيه برشا استاءوا منها وبرشا عجبت انا فرونشمون لا تروف سافا لكن بعد شويه على اللي سنسونا به قبل شوف توم بريدر قبل تلقاها هاو في الغابه هاو في الماء هاو كذا هاو اسمك تخدم وتكسر راسك باش تتعدى البقعه الفلانيه فما ديميكانيزم يتحرك وكذا باش يتحل لك الباب الفلاني ولا البقعه الفلانيه اور كو في توم بريدر الاخرى بلوتو ما نقولش ركزوا على الجيم بلاي ولا ركزوا على ليستوار دو جو مي ركزوا على الجو في حد ذاته معناتها ركزوا على الجرافيزم ركزوا على الانوفاسيون فوالا ركزوا على ليزارم على لاغبو تاع التالون على شعر نتاع لارا عملوا له تكنولوجي وحدها نسيت اسمها بالضبط شنيا ركزوا فوالا على الحاجات هذيا جو تخوف معناتها سي بيان فو pourtant c'est arcade mais inchallah rise of tomb raider تصلح tomb raider القديمه وتعطينا حاجه مزيانه على الاخر the witcher 3 avec son 3e épisode wild hunt est sorti feu le 3 un gameplay et un trailer aussi franchement لعبت انا the witcher de Assassin of Kings où franchement quitte les graphismes taha mokhki pourtant خرجت عندها برشا وعندها graphism تاع next gen مش لا bon مش à ce point mais graphism par rapport les jeux les خرجوا في l'époque taha impossible كان تصور فما PC في l'époque هذيك خدامها ultra là هما PC bref نحكيوا على The Witcher 3 Wild Hunt نحكيوا على الجرافيزم طيارة جو باش تصير دونز ان اوبن وورلد كبير كبير على الاخر الكل نيكست جين من الطبيعة نتاعو للعباد نتاعو للي مونستر نحكيوا على الابيليتيز الابيليتيز تاع البيرسوناج برانسيبال اللي هما برشا يتحلوا افيك لو طون معناتها قد ما تو بروغريس قد ما يتحلوا ذا ويتشر 2 جو بونس محلولين كل من الاول والله نسيت بالضبط عندي برشا ما لعبتها مي لهنا بوكو دو كومبو ديسبونيبل بوكو دارم ديسبونيبل دي زارم اون ارجون دي زارم اخرين نورمال خاطر يقول لك في الجو ان ويتشر لازم يكون عنده اون ارم اون ارجون بالفضه Côté histoire du jeu, à ce qui paraît d'ailleurs à l'heure, Dima le personnage principal, Khaldora les monstres, Manta, Tati Khidma, Tati Khidma mission, Bara Ochtali le monstre avec, Bara Ochtali l'abd le fouleni, Kede Kede, ou Tokhlos Aleha, Flous, Akeke Kenet, déjà Kbalken ou Akeke Roma, franchement, il est certain, surtout fait le gameplay, fait les combats contre quel que soit l'abed ou elle, les monstres, t'nagem t'amel des combos, t'aïra barcha, t'nagem t'amel des attaques de zone. En cas où il t'la moalik beaucoup d'ennemis, qui m'appelle t'nagem t'amel une attaque de zone, et t'baadam l'kol, ou elle t'stenihum l'kol, t'nagem zeda, hiya esma Wild Hunt, ma'anta ma'adam da site l'épisode 3. سايد دون لاكيل كيما قلنا باش تصطاد لي مونستر ايماجينير بيان سور هاو بدنا نمرو راس ثعلب ودرا شنوا لكن لهنا فرونشمون في طريقة الصيد في طريقة كيفاش تبدا تلوج على الوليمة نتاعك وليمة ماكلة بون كيفاش تبدا تلوج على على الحيوان اللي باش تصطادو فوالا كان جا رامي هنا راه طلعها شنيا فما يل ديتكت الدم نجم فما اتاك تعملها من الاول تبدا باغ اكزومبل تمشي بلوز او موان كاموفلي في الغابه تلقى الانمي اللي حاش كبير تنجم تضربو ديكو يولي نجم يعمل سينيمون نجم يخرج شويه دم وبك الدم هذاك ميم سي انت باش تمشي تقتلو هو يهرب تنجم تدخل عليه وتاخذ تتبعه بالدم هذاك بيان سور نجم تحلو يمشي بالضبط لين توصلوا للبقعة فينال وين لازمك تقتل اك المونستر هذاك والا البوس هذاك البقعة اللي باش تتعارك فيها مع المونستر هذاك بيان سور كيما قلنا فما بوكو داتا كيسر طيارة فما بوكو د ماجي بوكو د ماجي من قبل ذا ويتشر معناتها قد ما نحكي على الجو ويسر طيارة طيارة على الاخر ننصحكم برا والعبوا ذا ويتشر 2 اساسن اوف كينجز تو تعرفوا انا فاش قاعد نحكي surtout l'histoire du jeu تحسها ياسر سانكرو سانكرو على الاخر وطيارة على الاخر دوكو كلي تبدا شيخ بالجيم بلاي وميم طون تبدا شيخ بالليستوار دو جو فرونشمون
je pense pas qu'un de Witcher 3 puisse être PC et Khadam Ultra. À la khater, même le Draco Titan, il y a un demain. T'as même le GTX 770 ou le i7 ou le Marker, mais nous sommes Khadam Ultra. Peut-être Ultra avec quelques options. Nous avons la balle à offset, à Kantala, on habit. Mais Ultra, le col, ça y va. Mais je pense que The Witcher 3 a un résultat taillard à l'heure. Je pense que sa sortie a été repoussée en 2015, début 2015, au semestre, maintenant, en février-mars. Inch'Allah, tu as un résultat taillard et est-ce que tu es à la hauteur? Et enfin, le chulm ou la haqiqa, il y a un GTA 5 sur PC et enfin, خمو فينا وعطانا قدرنا وقيمتنا للبي سي بلاير. سو لهنا روكستار دازت فازتها في لو 3 وخرجت لنا جي تي اس 5 سور بي سي. فرانشمون يوبيسوفت في لو 3 اللي فات عطات ميساج واضح ياسر روكستار وقالت لها راهي واتش جوكس وقت اللي باش تهبط باش تكسر المارشي كامل وباش تكسر جي تي اس. لكن لهنا جي تي اس روكستار كانت رزينة في الشوا نتاعها اش عملت الاول خرجت GTA sur les consoles, ou bien sûr, elle a annoncé la sortie de GTA 5 sur PC le 3 2014. Maintenant, on a côté puis octobre-novembre, avec GTA 5. L'année, Ubisoft, en même temps, Ken Traifa, les Rockstar, disfazeta ou tchar GTA 5, ou tchar GTA 5, ou tchar Watch Dogs. Maintenant, Watch Dogs, tchar le 27 mai ou le 26 mai. Imagine, maintenant, GTA 5, d'où ma tchar raja bada abjama ou l'akbala abjama. L'année, Rockstar, Ken Trzina, fi mocha. ولعبتها كلاس عرفت كلي عملت عليها الانونس في لو 3 معناتها انونس اوفيسيال في لو 3. مي لهنا الكيستيون اسكو باش تعمل بوز في لي زاشا نتاعها سور بي سي كيما عملت سور لي كونسول والا لا هذا باش نكتشفوه في نوفمبر في اكتوبر لوغ لا سورتي دو لا جي تي 5 بريسك نعرف عليها كل شيء جي تي 5 سور الكونسول. لكن هنا الحاجه الوحيده اللي تبدلت هو انه الجرافيزم نتاعها ولا نيكست جن معناتها الجرافيزم ايت اميليوري ديجا تنجمو تشوفو سور يوتيوب يا بوكو دو فيديو اللي يوريو جي تي 5 على ما هبطت على الكونسول و شنو كيفاش باش تعبت معناتها كيفاش باش تولي على بي سي على كونسول نيكست جن لا بي اس 4 الاكس بوكس 1 كيفاش باش تولي حاجه طير على الاخر. جيماجين كان كل اوف ديوتي جوست وقت اللي هبطت 50 جيجا جي تي 5 يعني عادي تيح لك 70 جيجا تقعد شهر تهبط فيها عرفت اللي تعرف جي تي يعني بعدها اي لهنا حسب ما تراو فيه طلعوا شنو هي الجو اللي باش يرجع بقوه وبغرافيزم تاع نيكست جن. ذكرى رينبو 6 لاس فيغاس ورينبو 6 1 اكسترا لو جو كوبيراتيف اللي خذ سكسي طاير على الاخر اي با il est là خرجت يوبيسوفت جو سي با وقت سا دات دو سورتي اكزاكتومون مي لهنا باش يرجع لنا دخول بقوه على الاخر سي ان جو كوبيراتيف سي ان نوفو جو اف بي اس بون نوفو مش نوفو هو لكن افيك سا نوفيل فيرسيون معناتها خاطر فرونشمون فدينا من ديما باتل فيلد كاليف دوتي خرجت جوج دوت باتل فيلد كالوف حتى باش تخرج جو اخرى باش تلقى فيها فروده او اف بي اس وكذا لكن ماشي بازي على اف بي اس تلقاها افونتور ام ام او اوبن وورد اكسترا ماشي بازي على اف بي اس. لكن حاجه باهي كي خموا رجعوا رينبو 6 حبيتهم يرجعوا برنس اوف بيرسيا انكور اون فوا لكن هنا يرجعوا رينبو 6 سي ان تري بون شوا مش خايب. لو جو يعتمد برشا على جو كوبيراتيف مره اخرى فيه ياسر كوبيراسيون ما بين صحابك دون لاكيل لازمك تمنع دي زوتاج ليكيب ماشي فيتوريست جو معناتها في الوقت الحالي الفرودة موجودين لي درون موجودين فموجودين فاستك كيما الكهرباء صغيرة لعبة تبدا فيها كاميرا ولا تبدا فيها تنجم تضرب الكرتوش اكسترا الانفيلتراسيون فيها موجودة زادة تنجم تلعبها الانفيلتراسيون كيما تنجم تلعبها تصدم رامبو معناتها وتبدا تنشوتي فيها على بعضها. جو بونس يعطيك لو شوا نتاع تون ستيل دو جو بريفيري في رامبو 6 ما حطوش معناتها نوفوتي كومباري للفيرسيون القديمه معناتها ما جبدوش على الفيرسيون القديمه ورينبو 6 هذه جديده معناتها ما قالوش راه انا اميليوري انا كذا كذا كذا. لكن اسكيل باغي البلاصه في مدينه تتلعب كيما قلت لكم جو كوبيراتيف 5 6 بيرسون دون لاكيل لازمك تعملوا الميسيون تمنعوا دي زوتاج ولا تمشيو تشيك بوينت الفلانيه ولا تقتلوا عابد الفلاني اكسترا. لي زارم بويسون
ولا حسب ما راهو في الجيم بلاي اللي قاعدين نشوفوا راه نورمالمون قاعدين نشوفوا في الاكران الكبير لي زارم بويسون فما عندنا شوا تاع بوكو دارم اللي تنجم تختار بيه طون ستيل دو جو كيل كو سوا سنايبر ولا ماتريت ولا اكسيتيرا ولا تنجم تلعب حتى افيك لو سيلونسيو ولا تلعب بالقنابل ولا اكسيتيرا كيما تفهمنا معناتها جو سوي فريمون كونتون بالرسمي فرحان اللي رامبو 6 رجعت خاطر نذكر لعبتها قبل وعملت عليها جو بالكدا وعندها نوع فريده من نوعها في الاف بي اس مش كيف كول اوف ديوتي مش كيف باتل فيلد تحسها كلهم نفس النوع نفس الجونغ لكن ماهمش كيما بعضهم اسبيرون وقت اللي الساده دو سورتي جي وقت اللي تخرج لنا رامبو 6 بالطبيعه نعملوا عليها جيم بلاي ريفيو هذاك سو كي سيغ لكن ان شاء الله تكون على الهوتور وشار الجيم بلاي هما وريونا ديريكت ان جيم بلاي شار الجيم بلاي يكون هذاك هو معناتها كل كو سوا كوتي غرافيزم ولا كوتي جوابيليتي و ليستوار دو جو اكسيتيرا ان شاء الله ما تخيبش الامل وان شاء الله تكون على الهوتور مره اخرى وختامها مسك كيما يقولوا نختموا لهنا بكال اوف ديوتي مودرن وورفير لو نوفو كال اوف ديوتي يخرج نوفمبر اكتوبر ديما البريود هذيك كال اوف ديوتي لهنا عملت برشا نوفوتي برشا قالوا تعال نتبع وكذا كذا خاطر خرجت قبلها تايتن فول وكريزيس ديجا من قبلها زادوا فازت النانو سوت جو سي با شي سميها في كال اوف مي زادوا فازها دون لاكيل تزيدك دي سوبر باور للكومبينيزون تاعك كيلكو سوا فيتيس ماكسيمال جامب تولي تنكس بالقوي تولي تضرب بالقوي تنجم تقبل الكارتوش اكثر من تخرج عليك لابس جيلي بيربال فوالا هما برسك لي فونكسيوناليتي نتاع جيلي جاسبر ما نسيتش حاجات سينو لهنا برشا حاجات جدد نجم تشوف زادا كي تبدا في تيم فايت ولا في تومبك الفايت فول فايت ولا حاجه كيف هناك تبدا متخبي تبدا تلعب الانفيلتراسيون تحب باغ اكزومبل تو وان شوت لي زينمي نتاعك الكل ما تحبش تلعب بماتريات هنا فما سيستيم تنجم تحل بيه وين لي زينمي نتاعك موجودين الكل تنجم لهنا بالغيون جو سي با كوا اسمو لي زينمي الكل نتاعك تنجم تراهم بالروج كل ما يبداو باهلين بالروج راه هذاك متخبي غادي هذاك غادي اكسيتيرا تو بي لي زي وان شوت tranquillement bleu bleu والا فما فاز ترمي قنبله ترميها الفوق تبدا كدغون تطلع الفوق كالطياره هكا صغيره ان فوا ال ديتكت لينمي هوب تمشي له ديريكت معناتها ترمي قنبله اسيغي بون هو لو جو سي كي سيغ 1000% فيوتوريست لكن هنا سي ان بو ايماجينير ترمي قنبله عباره بلاك اوبس 2 بون قنبله كولونت كلي ترميها تلصق فيك معناتها كنت تهرب تفرق عليك اوكي فهمناها اما هذه قنبله جونر ترميها تقتلج عليك وين انت هنا اوب تمشي تقتلك ديريكت معناتها دوكو تولي ترمي في القنابل فيغ ميزور تولي رمي عشوائي القنابل كولا نورمال تمشي نقتل ترونكيلمون فما برشا حكايات جدد زادو فازت التسلق نجم تتسلق مش كيف تايتن فول مش كيفها فو بوفي فيريفي ديجا ركزت عليها الحكايه مش كيفها تايتن فول نجم تتسلق باش تطلع على عمارات باش تكامبي ولا اكسيتيرا بيان سور كال اوف ديوتي سانسيتنا ديما فما ايستوار دو جو جديده فما كذا لكن هنا برشا عباد يتمانيك يقول لك كال اوف ديوتي ديما تعاود في نفس الحكايات اسبيرون كو سا فا شانجي لكن هنا فرانشمون لي غرون اف بي اس كال اوف ديوتي باتل فيلد ما فماش ديفيرونس كبيره مش بيناتهم ما فماش باغ اكزومبل كيما كنت نحكي الهارد لاين والباتل فيلد 4 ديفيرونس كبيره من بين لي دو فيرسيون معناها باغ كونتخ كال اوف ديوتي غوست الحق تاع ربي ما لعبتهاش حد البلاك اوبس 2 مي اسكي باغي وحسب ما ريت وحسب ما تفرجت وقريت فما ديفيرونس كبيره من كال اوف ديوتي غوست والكال اوف ديوتي مودرن وورفير معناتها فما ديفيرونس فما انوفاسيون فما خدمه جديده باغ كونتخ في الهارد لاين زادوا دي ماب زادوا دي زارم الجرافيزم قعدوا بيدو باز معناتها في الكوتي جيم بلاي في الكوتي ليستوار دو جو باش يزيدوا باش يعملوا ليستوار جديده ميم جور يعاودوا نفس ليستوار بيان سور والا الكماله سينون هذيك هي معناتها يا با غون شوز باغ كونتخ في كال اوف بدلوا عملوا ان نوفو كونسيبت جمله واحده معناتها عملوا لا نانو سوت نعاود نقول ما نعرفش اسمها مي عاودوا عملوا لا كومبينيزون افيك دي سوبر بوفوار اكسيتيرا وحاجه هذي حاجه هذي تعاون بالكدا سيرتو في الميتو جوار الميتو جوار هو لو بلو ديناميك سيرتو وقت اللي تستانس بالكومبينيزون نتاعك وتنجم تو لا ميتريز بالكدا وقتها وين تولي تخش عليك تلعب في كرايزيس اون لين اوكي جو سي مي الشعر نتاع باتل نتاع كال اوف ديوتي يقعد وحده بالازار نتاعها اكسيتيرا سيرتو لي ماب ماهمش كبار والريسبون فيت في هذايا اقوى من اقوى لي دو بوان عندي انا في الكال اوف با
par contre في Battlefield يا معلم يا معلم 15 سكوند باش تريسبون يا ابو قلب يا ما بعد ما تموت يقعد يوريك في سينيماتيك كامله قصه حياته كيفاش مات ومات بالقلب وبالبرواري وبالمراره ومن بعد يعطيك كونتر او بور تاع 4 ولا 5 سكوند يزحي عليه ولا فاك يريسبون ديريكت خلينا نبدا اللي عرفت اللي انت تمرك تقعد قاعد هكا تتفرج ديكو انت هكا باش تمشي بالكلافيه والسوري تلاج على الزنمي وينو تجيك في راسك ديريكت اوكي قول لك كيل كام ما كيل كام اوكي جو سي شبه في كالف دوتي كيل كام فيت في جوست وريك لو ميك فوالا مكامبي في البقعه هذيك اكسيتيرا ولا جيك في وجهك هوب قالت لك سي بون تو مور تموت كوم اون ميرد معناتها سي بون هوب ديريكت تو ريسبون تلعب ترونكيل معناتها تا با بيزوان باش تعرف شكون قتلك سيريو اوكي بوتيتر كينيكيل واضحه مي بوتيتر كينيكيل بسنايبر بالحكايه سي بون قاتلك تو مور كوم اون ميرد ولا تفرج فيه ويقتل فيك فرانشمون اوكي كيل كام بوتيتر باش تعمل دي فراكس من بعد اوكي في اخر جو كيما بلاك اوبس 2 يوريك بليز او موان لكن ça sert à pas grand chose franchement هذا راي بيرسونيل وبالله كان تحب تكومنت تعطي رايك ولا تحب تعاون في حكايه بتربيه بكل اخلاق بكل حوار وطني معناتها نحاولوا كيفاش نتفاهموا على بوان معينه كونسيرنون كال اوف ديوتي و باتل فيلد. Bon les gars, c'était plus ou moins review sur le 3, marqué Charlie Joel Cole, une petite boîte à jouer de ce qui est sûr, y compris Batman. Hacker Hage a marqué ni Sim Snake Gen, la charte bazar, moi je l'arme. Oh Sim Snake Gen, le blé tête col taille, tout ça, non, dans le 3, je suis pas fan de Sims, mais bon, ça reste Sims. Tu vois, Next Gen, ou la Old Gen. J'espère un site, ce qui est sûr, un site beaucoup de jeux, les jeux, les FIFA, Mortal Kombat. Les jeux EA Sports, The Crew, ما حكيتش عليها mais juste qu'on a l'information, les maps متاعها هي الولايات المتحدة الأمريكية الكل. Franchement, ياسر طيارة فيها كستمايزينغ متاع لي فواتور طيارة على الآخر هذا اللي نجم نقول عليه. ديجا وصلنا على فان الفيديو جيسبر ما طولتش عليكم جيسبر عجبكم لو ريفيو صغير على لو 3 هذا كان راي خاص وعطيت دي ريفيو على لي جو اللي كنت انا بيرسونيلمون مستنيهم معناتها كان باش نعمل ريفيو على لي جو الكل تحب لي اربع سوايع فيديو وان شاء الله ما ناكلش ستريك على الفيديو هذايا على لي تريلر تاع بي سوفت سينو نقول لكم سي عجبتكم الفيديو خليوه بوز بلو سي عجبتكم بارتاجي بلي بارتاجي افون خلينا نزيدو نوصلو اكثر بالكوميونيتي نتاع الجيمنج خاطر مانيش قاعدين نعملو جو دي فيو كبار على الاخر بيسكو سي في جي والباك وفي اكسيتيرا ان شاء الله تنجحو جيسبيغ ان سكول كيلكو سوا فاك باك ولا كلاس عادي بارتاجي افون حطو لي دي كومنتير براس الحنينه بتربيه وباخلاق نجاوبكم صدقوني نجاوبكم مش تبداو تسبو واحد هكاك ما نخسر عليك سيبريمي الكومنتير وانا نخرجك من شان يوتيوب فاسيل ما قلتش كسر في راسي ياسر سينو شويه كوبيراسيون شويه تعاون مع بعضنا خلينا نتعاونوا خلينا نطلعوا مع بعضنا وان شاء الله ان شاء الله عندي ليكم كادو مزيان 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 على الاخر ديجا قاعد يتصور توا ان شاء الله يعجبكم وقت اللي يحضر بيان سور جو فيغ لا جو في لا بوبلي لا فيديو اقراو مليح والعبوا مليح بون تقراو جو سي فاتكم قلوبكم جيمين للصباح ورمضان جاي سينو نقول لكم الى بروشين تشاو.